مشاهدينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سوق مواشي محافظة ديالى. نقدم لكم بورصة الأسعار لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر أيلول سبتمبر 2022. أيام العمل بالسوق شو وقت؟ كما قال رسول الاثنين والخميس حتى فقط، لان هواي يتصلون، كلش هواي يتصلون. ايش وقت ايام العمل؟ يا الاثنين والخميس اخواني فقط. اكو ناس ما تندل، صحيح ما تندل، ما تدري ما تندل. اما بالنسبه للي يريد يندل فمكان السوق معقوبه قرب مديريه مرور دياله، يعني معلم واضح كيلو عن المرور وعن بعقوبة تقريبا بحدود 4 إلى 5 كيلوات. وقت العمل من الفجر وحتى الساعة 9:30 تقريبا، يعني قبل الظهر حسب الجو، من 5 الفجر للعشرة تقريبا الصبح بالضبط. وبالشتاء يمتد، لا حتى يمتد لل 12، صحيح. نعم، شكرا لمصورنا العزيز، الله يبارك بيك على رأسك، الله يحفظك. ممنون. جينا اليوم لقائنا مع كرار، صاحب محتوى، منشئ محتوى على التيك توك وال الكواي، وحضر اخونا ابو محمود كذلك على الفيسبوك. هيني كرار، اسمك بالمحتوى؟ اسمي كرار دانييلو. كرار منو؟ كرار دانييلو. دانييلو هاي الراد الهيب بالمعجم الوسيط يا جاري. ها؟ من ناكر كوافير علاوي، علاوي تيكس على راسك. دور قلبك مضبوط من كوافير واحد بغداد. رجالي لو نسائي؟ كل شيء اسمه. ها؟ كوافير عام. كوافير عام. يا بيه. يوم خطان خطان متابعين المتابعات، ترى اخونا كوافير. زين اليوم احنا بجالي. هلا بي. وقف يا ابو. ديالى ترحب بيكم. يا سيدنا رينو. يا نارينو يا نارينو. احنا ندعو الشباب خصوصا شريحة الشباب منشئي المحتوى ان يرتفعون بمحتواهم. انا انصح، انا انصح. ايش تقول انت صاحب كوافير؟ انا انصح هذا سعلوسي ما ادري ايش اسمه. ما انت لا ما احنا ما لنا شغل. خليك جيبني جيبني. ايش انصحك يعني؟ خالد قول امر. يعني قصدي ايش تنصح اصحاب المحتوى، ايش تنصحهم؟ والله يقول محتواهم شنو؟ يقدمون محتوى حلو وقسم محتواهم على مو حلو. احنا نريد صاحب المحتوى يقدم رسالة. اي والله. يقدم نصائح، يقدم توجيهات. اجل انا محتواي حلاقة، انا كوافير. كوافير. ينظف العالم. على راسك. يثير البسمة بين الناس. ايه. لا بس. بس بسمة بريئة. ايه. مو يستخدم الفاظ نابية. حلو، حلو حكيك ذي. الفاظهم الفاظهم اللي يعدلونها. احنا بخير. احنا بخير نعيش. بس الباب مالتهم مو زين. حياتي على راسي، على راسي. شرفنا بمعرفتكم يا استاذ ماجد. على راسي. هذه وراها توم توامة بس كبيره شويه، عوده كبيره بالعمر بشلعه. وراها نثيه وفحال. ايش قد جاي توصل؟ ايش قد جاي توصل؟ 200 الحقيقه الصوره ما صار. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. هاي العمله عليها ب 200. ايش قدم مصله؟ 150. العمله عليهن 270 وبهن مجال الزوج عراقيات ذني. ايش قدم طيته؟ 180. جزي بعد شويه. ساره والله جازيتها مو قلت له. لا هو يجزيك بعد صاعدها. لا هو نايم عليه ما يضي يصعد. لا لا يصعد يصعد. هو هو ما عمل تعب. ايش قد يعامل؟ دي مجال دي مجال على الساعه الا ربع. لا هواي بعد. مو سولف ما في شيء. لا والله هواي. انا مطي 180 وخمسة بخاطر والله جازيتها ما جي. لا دي جزيها بالعدله. لا والله هواي نفس السعر والله. والله هي مو ولا لا جيني جيني جيني. صورناها. اي العملة عليهن 270. ايش قد مصل زوجهن؟ والله مو سوى 200 210. 200 200 210 كله عراقي. كبار لو زينات؟ لا لا زين. وسط؟ وسط وسط من حيث العمر. ابو حوراء عيني صباح الخير. شلونك؟ الله يوفقك. خير ابو. شنهن ذني؟ تشيلي أفغانية 58 لذان. أفغانية رقمها 58 لذان. زين. وهاي تغريب بكري. هي. أبوها بكري وأمهاتها أفغانية. أنا لا. كانها 48. لذانها 48. هاي ثالث بطن وهاي جايبة بطن واحد. دير بالك لا تروح. هسه نجي على العملة. والله نعامل بواحد 300 في المجال. خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك. طلعتني بالتصوير ها؟ ما طلعتني في الخميس. هسه شلونك؟ درجة أولى. عيني أنت هم درجة أولى. إيه؟ الوقت هذل. إيه؟ اثنين لو ثلاثة شو؟ ثلاثة. طب قلنا ثلاثة هسه؟ إيه هن ثلاثة. هن ثلاثتين؟ زين يلا. إيه؟ طب الوحدة 700. الوحدة 700؟ إيه. هاي 52. خير إن شاء الله. هذا بكريات اثنين كل وحده وراها نفيه العمله عليهن مليون وربع وبيهن مجال. طبعا هذني بعدهن جداع اول بطن وهن شقايه ثلاثه. هذا خوات اثنينهن خوات اثنينهن. هذني في جنك ابو وياسر خوش ها زوجهن واحد وربع وبيهن مجال. خلوا يشيل الربع هم من هواد يشيلون الربع وازيد من الربع يشيلون لو 600 زياده هلا عمرك مالك من هنا مال جماعه. تعال تعال جدي. ايه هذه أول وحدة عليها أعشار شهرين والعملة عليها 275. إيش قد دافعين لك بها؟ جوا 200 واصلة. تضريب على أفغاني ضروبة هاي. عبد القادر يا معود دير بالك. عبدو عيني هذا ان كلهن مالك صابه مو كلهن صابه مربوطات على شيء شعير. كم كم شهر رابطينهن؟ صار فوق بالشهرين. والعمله عامل عليهم باربعة ونص. الزوج أربعة ونص. مشتري عليه فلوس بعد ما عشان يخزن ضيع عيونك لا تخزن لي حطيت طلع بالكاميرا. اصيلها شنهن قل لي شنو نوعهن؟ لا شوامي شوامي شوامي. الاستاذ ماجد ها لا هم على طلعتك على الفيس وديانه وجيت السوق منك لجاي مدفوع بيهن زوجهن 350,000. هذا دافعين بيه 80 ويطلب صاحبه على 120. ها شنو اصابه؟ هلا عمره هلا اصابه هاي؟ اصابه اصابه من الله. اي ابو نمر يريدك تقيمها وزنها ايش قد؟ 18 كيلو. ها؟ 18. ليش ما تطلع 20؟ تطلع 20 بس هذا يكسر. ادري انت من شلتها قمت تتنافس يا معود؟ يكسر يكسر ابو احمد. تطلع 20 شيلها مره شيلها مره ثانيه. هي وراعيتين ما تشيلهم. شيلها مره ثانيه ذاك. 20 هذا يكسر بالحلال. هذا معود هذا ايش قد تعامل؟ عامل عليها 200. ايش قد موصله؟ وصلت 50 وريتها 75. عامل عليها 200 موصله 150. هذا كله سوق الماعز. وعدنا هاني تضريب على شامي مو لو على افغاني. العمله عليهم ايش قد قلت؟ 300. شو مصلات ربع؟ 225 مصلات ذني الزوج الحمار. ايش قد عددهم ذني؟ العدد مالتهم ايش قد؟ سمين هذا ابو محمود سمين هذا مو؟ سبع. ايش قد يعامل عليهن؟ العمله عليهن زوجهن 400 وهذا سمين. مصلات 350,000. هذا كله سوق الماعز. هذه العمله عليها ثلاثه 230 240 مصله.
عليها عشار شهرين ونص. شهرين ونص خير ان شاء الله. هذن اثنين هن العمله عليهن 3.5 وصلات 275 اثنين هن. هاي قطريات حلوات بني اثنين هن عشار بس وحده شالعه عمله 500 ايه وصلات 375 خير ان شاء الله اثنين هن سند عيني الاسخله شو وقت وتشلع انت قلت وحده شالع خليه يفتهم المشاهد هذا المصطلح شهر شهرها تبدي تشلع اي من الطبشره تشلع نستعين بابو عبد الله شو يقول عينه محمد شو تقول تسلم عيونك انت باعتبارك هلا باعتبارك خبير الماعز شو وقت يقولون عليها شالع يا شهر من بر تكمل الرابع اكوبين بالخامس تحط واذا اجدع لا من الثالث يبين هو من الثالث يبين حياها أي. ويبين حتى بجسمها يبين علامات تبدي تبدي علامات واضحة جدا أي. حتى العشرة أي. حتى تبدي شكلها يغير جلدها سمنها شلون تظهر افرازات منها تبين نظرتها بس بالرابع من تخلص الرابع بالخامس الكبيرة تحط والاجداء على 3.5 تحط شقد فترة الحمل بالماعز 5 أشهر وشوية مو؟ لا ما تعبر ما تعبر كم يوم؟ حتى قبل يوم يومين تولد احنا نسجل تاريخ كنا بالسوري نسجل التاريخ بيومها بيها تولد ما شاء الله تكمل 5 أشهر بيوم اللي تكمل تولد إذن مهم جدا تسجيل تاريخ الإسراف هذا الجناي تكون شغلته مضبطة أحسن الجناي المرتب ها؟ ايه احنا كان عندنا دفتر بكل وحدة اسمها ويوم اللي أخذت بيه الفحل اسمها تولد بالمضبوط سمونهن اي اي اسامي إيه؟ كانت سلا بامير كانت عنده النقطة وال والدرعة والحمرة وكل من لها اسم وبتبوشة وبتمدري منه بتبوشة بوشة بملايين كانت ببغداد موجودة اي والزنجيل وغيرها اسماء السواري السوري المضبوط قبل كله على السوري السوري المضبوط كان احنا كان مركز بغداد وين بيا مكان بالحبيبيه كان حبيبيه الحبيبيه يم المعارض كان مركز السوري مناك ويا تجار السوري بالعراق كله اتصالنا احنا اللي كان بالديالة ابو امير وابو عباس هم بالسوري هسه الافغاني كلها صارت جنايته طغى على السوق الافغاني طغى اي لان يعيش هوايه واسعاره مو غاليه يعني هسه اكو افغانيه بربع حساج انطيها ربع يريدها 270 هذه اي هذه بدنا نسجلها اي ربع هاي اي وانا جاي انطي 200 يريد 270 ها هو رايك اي انا محملين امانه يا ابو هاي 250 اي ناس عندهم راتب عاطلين هسه انتم متواصلين اي ايه متواصلين بس مو هم اللي انطوني انا البابيه والكرو راح تصير من عندي من جيبي اي بس هم هذا اللي رادوا اذا ينطينا اياها يعني انت انت يعني متحمل شغلتين ايه هم تعب وهم بابيه و... مو هي مرات الاجر اللي تحصله من رب العالمين احسن عافيه اخوي مضبوط هاي فطيمه ايه فطيمه ابو من ابو كريم على راسي ابو كريم ايش تقصد بالفطيمه احكي لي لا لا هو شو يقصدون يقولون فطيمة شنو معناها يعني نثية الأنثى مو اي زين هاي ايش قد يطلع وزنها ها لا ما توصل 20 ها 17 خلينا نقول بس 10 15 ايش قد تعامل 250 شقد مصله؟ مصله 210 210 خير ان شاء الله عين ابو كريم على راسي من يوم كان حضرتك؟ وين؟ حي الرسول حي الرسول خير ان شاء الله موفقين هذا الفحل مصل 350 يعني هذا الاحلال الاول؟ يعني ما مكمل سنتين هذه عليها عشار بس ما مبينه ويريد ايش تريدها 150 ايش دفعوا لك بعد ما حد دافع هذا النية يطلب عليهن 4.5 ضربات على افغاني
ابو خالد صباح الخير، صباح النور. محمد البكري ومروان ابو غضاب يسلمون عليك، خليهم على راس انت وياهم. يسلم يسلم راسك ابو خالد الذهب. انا باللي دعوا الكادر مالي. الله يبارك فيك. من اهالي اليوسفيه، خليهم على راس. يسلم. هم واليوسفيه. ايش جايب لنا اليوم؟ والله هذا نفخور، هذه 350. ايه وهذا نريد 220. هذا الاثنين؟ ايه هذا 220 وهذا الواحد على 110. ايه شو حيش؟ هيدر وخر هيدر. في حلة؟ اثنين في حلة وحدة. ثلاثة. على 110. ممنون. هلا بيك هلا بيك. هلا بيك أول كادر. مش عندنا غير أبو خالد. تعامل بربع. ايش قد المصلات؟ 150؟ لا والله اكثر. 10 مصلات 210. زين. هاي مليون و100 بس خير من الله ما شاء الله. طيلي خشن كلش. اخشن بي اخشن ما موجود بالسوق. ما نغلط فيه. يلا عمني شنو؟ والشراي اخونا ابو ياسر ماخذين هناك صابه ان شاء الله. لا ابو عبد الله عندي امام ان شاء الله واصل كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله الكربلاء نوديها قبل. موفقين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الله يوفقك. انت اخذت افضل ما موجود بالسوق. خليك الله. كل التوفيق انت والحجي تستاهل ان شاء الله. عمي طلي خشن زوجه مليون و100. هذا زوجة مليون. طلي خشن طلي كصابة. مصلات 950 زوجة. هاي العملة عليهن 400,000. صباح الخير عمو. صباح الخير. شلونك؟ الله يسلمك. انت من يوم وكان تتابعنا؟ بغداد الراشدية. على راسي. شلونهم اهل الراشدية؟ نعمة بخير. الله يبارك بيك. سلامنا لهم. الله يسلمك. من يوم من اي العمام انت؟ بعامر. على راسي. والله والنعم والنعم. هاي زوجها 600 هاي الغنم. يعني الزوج مترهي على 50؟ ما شاء الله. معود لا ظهرك يقوم يوجعك. لا يا ابو في اخوي والله معارك ها معارك بال 50 الزوج. نعم. شو مصلات؟ عبرات الستة. وانت تعامل سبعة مو؟ خير ان شاء الله. موفقين. ابو سرمد هذا النلمن. والله ما ادري. هاي كلها سوق الطلي. عليكم السلام ورحمة الله. عملة عليه 5.5. العملة عليهن 400 الزوج. بس صغار مو مال 400. ها؟ لا شنو كلهن؟ ها شلع العفو قلنا هواي. كلهم 400. ايش قد 5؟ 5 تني عامل 400. ايش قد مدفوع بهن؟ شنو على 40 الواحد؟ 40,000؟ خير ان شاء الله.
واحد على 40,000. طلي سمين، طلي قصابة، طلي جلولاء، طلي جلولاء بيهن بيهن فطايم. فطايم سبعة وخمس خرفان. 12 المجموع، خمسة بسبعة. خمس فطايم سبع خرفان والعملة عليهن خمسة. شقد مصلات؟ والله مصلات 3.5 وأربعة إلا ربع وثلاثمية وثمانين. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. كل التوفيق. علي اسمان، علي شعير اسود. شعير اسود؟ ابد شعير اسود مال ابو علي عين. انت قلت له هذن معلوفات على شعير اسود. اي نعم. اريد من خلالك أي. المشاهد يعرف شنو الفرق بين الشعير الاسود والابيض. الاسود خلينا نقول الاسمر، ما نقول اسود. الاسمر ادهن من الابيض. الابيض مثل النخالة ما بي ها والله. يعني دسامته اكثر. دسامته اكثر الاسمر. وكثرة زراعته وين؟ جلولاء مناطقنا ثانيه. وعندنا الموصل ايضا. موصل كركوك. نعم. اي هاي المناطق يزرعون كلها اسمر. اسمر وهنا دياله وجوا ابيض. ابيض صح. ليش ما ينجح عندهم الاسمر حتى هنا دياله يزرعون ابيض؟ لان قاع صبخه والصبخه ينجح بها الابيض اكثر. اها اذا الابيض ينجح بالاراضي الملحيه. الملحيه اللي شويه بها صبخ. نعم. ممنون ابو علي على راسي. الله يبارك فيك. عمله عاليه 400. ايش قد مصل لو نعوف ال ثلاثه مصل تنطيب الثلاثه؟ يلا تعاملوا ان شاء الله يصير اتفاق. هاي غنم اخوتنا العنبقيه والعمله عليها. لاكو مي، لاكو اكل، لاكو. ابو من انت؟ ابو سيف. على راس ابو سيف. شلون قلت لا لاكو شنو؟ ماكو لا مي، لا أي. اكو اكل، مي حسوه ماكو، مي شرب ما. يا يابه. اي والله. والله احنا نطالب من وزاره الزراعه ان توفر عاد الاعلاف. اي والله. يا معودين الثروه الحيوانيه ترى راح تنتهي. والله غالي العلف غالي. أيوة. والله صحيح. والجناي منظمه يبيع مو؟ اي والله منظمه. ولا هو معتز بحلاله؟ هاي غنم مظلومه. مظلومه. حتى الغنم هم انضامت. هاي غنم حلوة أبو جواد. هو الحلو شي يضمه حلو مبين. ها؟ إيه. والعملة نقول العملة اسمه. إيه. اسمه حلو. حلو حلال. ألوان. عيني الله يعزك يبارك بيك. شلونك عمري؟ والله احنا نعامل نصور سبع زوج. انا كلها نشطه مو كبار. انا مورجين. نعم مورجين. سوم ايش قد؟ سوم سوم سبع سوم. شو مصله؟ لو نعوف التوصيل. العوجة عام بيرة سبع. يلا خلي كل التوفيق ان شاء الله تتفقون. اين؟ 35 ناخذ؟ هذا فحل قريشي. فحل درجة ولا؟ نعم. هلا يلا. شنو شغله؟ لانه ذبح. فصل. فصل والله. فصل. عيون ابو احمد. مصل 725. عبدو عيني صباح الخير. شلونك؟ نبدي من مواصفات الفحل القريشي. اول مره بالطرف، ايش بيه طرف مالته؟ يعني الالية طرف الاصفر. اي خشن دائما تصير رطله. رطله الى خشن يعني نازله. واذانه اوقف دوقف نتجاوز الاذان. القوائم مرتفعه. ايه يعني بارتفاع اعلى. اخشن مو بهواي واضح اخشن من البقيه. صحيح. الجسم
صاحب شقه هو هم صاحب شقه وطلي ايش يصير شقه مفول خير من الله شقه مفول ايه نجي على ذان هذا ذان ذان دام قريش ذان الصير ايه عكاف بيها عكفة بس انا مو عكف ها ما يخالف ايه ايه الشكل نجي لشكل الراس شكل الراس اكبر اخشن من البقيه من بقيه الاصنام وبي انحناءه بالخشم الان ها احنا ما نقدر نقول فول او مو فول بس مواصفاته هو مواصفات قريشي صحيح هذا الخشم هذا قريشي مال الجنوب روماني ها مال الجنوب هذا اي وعاده وين القريشي ينتشر محافظة واسط أكثر شيء. بيش الفطايم عيني؟ سمان سمان مو؟ ما شاء الله بعد واضحات. لا لا واضحات. خير من الله. صايرات لغطين. ها؟ صايرات طينة؟ هي طينة. طينة. أبو من؟ أنا أبو ليث. هين أبو ليث. شلون أنت؟ وقفات يمكن على شعير اسمر ذني على شعير ها بس اسمر اسود لي الجبين بيش اخذتون ذني الزوج اربعة ونص اربعة ونص اخذتو الزوج خير ان شاء الله لا مو اربعة ونص والله ها والله شيل بيش لانه اربعة الاربع صار لا شلون يقول لنا اربعة ونص ما اعرف ما ادري هذا وين 375 الزوج 375 اربعة صارت 705 نعدل السعر اربعة 705 وهاي العهدة على عبد على عبودي هذا النهاية الغنم 600 زوج وبيها مجال لكل طيب بس العجب وحده ها بس العجبين وحده والباقات وراجين كلهم خير ان شاء الله عيوني هذا بيش الفحل عمري ستة. انت تعامل ستة شو مصل شنو نوع هذا ارفل ارفل يعني ارشيلي ايه ابو خالد عيني صباح الخير تدري الاب ايش قد يتعب الاب بعد رب العالمين لا ابوك راضى عليك رب العالمين راضى عليك سبحان عز وجل يقول والجنه تحت اقدام الامهات ايه هذا الاب الاب هو شلون يعني ما يتجازى من واحد يموت من ولده يجرف قلبه مضبوط والله يجرف قلبه والله صحيح هسه هسه روح لي بابوه بدار الحضانه وين دار الحضانه بالعجزه يا يا يوم واحد عنده زي شو هاي بنت توجير ذابين ولده دار العجزه صير هيك هذا عمل باطل لكن ام وحده انت بينها نقيب ايه وبناتها اثنين وحده مدرسه ووحده واحده قصه لا ابنها بنت النقيب تخليها مرت النقيب ولا بناتها لقوها على الدرج وين؟ على الدرج ما بديت تطلق قالت والله ابني نقيب ومرته ما تخليه واحد نجيبه مدرس وتقول رجل ما يرضى واحده رجلها قصه ابو حدينها ولو على الدرج هاي كلهم؟ هي حال اسلام يرهم يرهم عمل باطل عافيه 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 يقول الله من رضا الوالدين والجنه تحت قدام الامهات واحد محكوم بالاعدام ايه قال الحاكم من يجي التراب من الجنه احميك من الاعدام دز مفرزه وراح جاب من القبر مال ام التراب قال هذا شنو قال قبر امي قال جنة تحت قدام الامهات قال روح له عافيه هذا نوم ممنون ابو خالد هلا بيك هلا بيك هلا اللي دعوا لك عزك ابو عباس صباح الخير الف هلا بالله شلونك الله شلونك الله يحفظك قلت عندي لغز او مزوره تفضل ما هو البيت ايه الذي ذكره الله في القران مذكور بالقران ايه ليس للجن ولا للانس بيت مذكور بالقران لا للجن ولا للانس ولا للانس وريد جواب ابو عباس ابو عباس حضرتك من يا مكان من بغطوبه للتحرير على راسي انت واهل التحرير الله يسلمك ابو عباس شلونك الف هلا هم فكر بارد ما بارد لا تطلبني ولا طلبك لا تطلبني ولا طلبك لا والله كمل حساب كامل حسابك ومنتهي زين قاعد انت نعوف الطلبه دوقف مو جاي نصور نعوف الطلبه
اللغز هذا بيت يعني تقرب شوية للمشاهد له. هو واضح واضح كالشمس في رائعة النهار. إيه؟ ذكره الله في القرآن. نعم. لا للجن ولا للجن. ولا للجن. ممنون. مبين واضح ذاك ولا اللي يعرف يحل اللغز. إن شاء الله. إيه هو بسيط إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أبو هادي اليوم التقينا بحجينا الذهب أبو هادي. الله والديك. شلونك عمري؟ عيون أنت. الله يسلمك. تسلم تسلم عيونك. شلون كيفك؟ من يا مكان أبو هادي؟ أنا هسه حاليا ببغداد، كنت بالعمارة وحولت ببغداد. كفو من أهل العمارة. أنت كفو منك، أنت طيب. يا هلا بالطيب. احنا ضايقين طيب العمارة. الله يسلمك. كل سنة أروح للعمارة. هلا مرحبا أبو هادي. عيوني. أنا كل سنة أروح للعمارة. أنت أخوي. الله يبعزك. أنت دمي دمي ودمك الركب. الله يحفظك. واسمع عليك أنا دمك ودم واحد. يبارك فيك. عيوني. دم العراق إن شاء الله كله واحد من الشمال للجنوب على راسك. ممنون. الله يسلمك. عليكم. عليكم السلام. شوفكم عيني. حياك الله. الله يبارك فيك ويحفظك. هلا مرحبا. اليوم شو محضر لنا؟ سلامتك. محضر لكم. اي طبعا ها قبل لا انسى. حجي حسن صغير خابرنا ويسلم عليكم. عليكم السلام. هلا بيكم. للجوبة عموما وإلك لأبو حيدر لأبو غيد. الله يسلمك. الأنوار لكل. يسلم كل العراقيين النظيفين. الله يبارك. آمين يا رب العالمين. احنا هاي الطماطم ربع مدري شلون هاي خبصتنا ما جاي نسمع. ما علينا بها هذه. ايه. علينا مالاتنا. اي. دزلك والله بيت شعر بس بالمسجل بقى بالتسجيل بقى. احنا نشكره على بيت الشعر ونشكره على السلام ونشكره على الكلام ونشكرك ويا انت. على راسي. الله يبارك فيك. تحياتنا الحسن الصغير هو اهل العمارة عامة. الله يحفظك. كل اهل الجنوب. اليوم اليوم ايش حافظ لنا؟ حافظ لنا اليوم فد بيت. لا مو بيت. ها. فد موهبة صغيرة. يا الله نسمع. هذه اكو فد قصة يسمونها قصة حليم. قصة حليم؟ قصة حليم. حليم هي يراد لها سالفة بس احنا نحكي لك المقطع مالها. لا حتى لو سولف عادي. لا لا. ايه. يقول امور اللي يدبرها حليم. امور اللي يدبرها حليم. واضح امور اللي يدبرها حليم. امور اللي يدبرها حليم ويضحي من عواقبها سليم. يبا يطلع من عواقبها سليم. ايه. امور اللي يدبرها حليم ويضحي من عواقبها سليم. يضحك لها كل سفيه. ايه. ويبكي لها كل حليم. ويبكي لها كل حليم. الله مضبوط. ايه. مثل هالوضع. ايه. الامام علي عليه السلام شو يقول؟ يوصف الدنيا. ايه. يقول الدنيا مستردة. الدنيا مستردة. ايه. بعد الشخ بعد الرخاء شدة وبعد الشدة رخاء. يوم لك ويوم عليك. نعم. يا ابن آدم الدنيا ممر والآخرة مقر. أخذ من ممرك إلى مقرك. نعم صحيح. وإحنا نهدي كل العراقيين إن شاء الله على طريق الحق والعدل وال... والإيمان. أبو ياسر شلون يقول للدنيا للتهوى انت حول لاخونا ابو محمود. الله يبارك فيك. هاي رد على ابو ياسر. رد على ابو ياسر. اي هم بيت شعر يقول وين خانك الاصحاب والاصفياء. نعم. فقد خاننا من اليه ننتمي. اي ابا. تدور علينا عيون الذئاب فنحتار من ايها نحتمي. من ايها نحتمي. والسلام عليكم. ممنونين. عاشت ايدك. ويدك. بارك فيكم. الله محييك. هلا مرحبا. على راسي. سلمنا على كل مشاهديك وعلى كل ربعك. ان شاء الله يوصل على راسي. على راسي. الله يحفظكم. موصول للساد ماجد اللي صراحة القناة رائعة. انتم رائعين. والله رائعة بيكم. هاي شهادة. رائع بيك وجوه خير ان شاء الله. الله يبارك بيكم ان شاء الله. اكو لغز. ايه. اوجهه الك ولربعك المشاهدين. سولفة. يقول لا ينشال باليد. ولا ينشاف بالعين. لا ينشال باليد. ولا ينشاف بالعين. ولا ينشاف بالعين. وهو يرفع الحديد. اي ابه. ايه. خوش. هذا هو ممنون. يا هلا بيك شيخ ابو خالد. صباح الخير. شلونكم عمري؟ تحياتي لك. اوادم المندلي شلونهم؟ خير بخير يسلمون. الله يجعلكم بخير. كل مندلي يسلمون عليك. الله يحفظك شيخ. ما ادري البشر تبدل ما ادري الدنيا. لا والله الدنيا الدنيا ذيك هي بس البشر تبدل. البشر البشر اول شيء بالدرجه الاولى هو قل الاحترام بين الاب والولد بين الاخ الكبير والاخ الصغير. ها عيني هسه قبل يسولفون يقول يعني الولد ما يطلع يتعلل الا يستشير ابوه يلا يطلع. هسه اذا يريد يتعلل يتعللي يعني هسه اول شيء تصرف فردي. بيع وشراء نوبات هسه الابو تفاجئ يلقى ابنه مطلوب
وما يدري مشتري وبايع ومطلوب وما يدري يعني ما ماخذ شوربه ما الا من يجي هذا يطلبه من يقول له يابا ابنك اطلبه هالقد راجع يقول ايش مشتري ايش بايع يعني هاي يعني صايره مجتمعنا هذه الاغلبيه همين اغلبيه الاحترام مفقود بين الابو وبين الولد وبين الاخ الكبير والاخ الصغير أنا متأكد هسه ترى الكبير هم من كباره الأخ الكبير مقام أبوه يعني يعتبر أب الثاني هو هذا هم عليه هذا الاحترام أهم شيء الأخ الأكبر بمنزلة الأب فأكو سولف لك سالفة أي يعني حنة الأبو ها نعم. على الولد ماكو مو يقول لك قلب الولد قلبي على قلب ولدي لا قلب الوالد على الولد انفطر وقلب الولد على الولد من صخر أيوة يعني الولد مو مثل الأبو هذا يضيفهم عنده ثلاثة أولاد واحد يضيفهم اللي يجي ينطيه خبزات بس يريد يمشيه الصغير يحبه ذبح للناقة وطلع حشاشة وسوال حشاشة للجسم معلاق مال الناقة ناقة شقد عزيزة عاد قال قال درعة ولحيتي كلها شيب يعني أبيض وأسود درعة ولحيتي كلها شيب هذا محلة خودري في ذراكم نعم البطن تلوي يوم جاء يا ما تقفيت السوالح ايش قد افترت عالم يا ما تقفيت السوالح تقول ذي خوفي على نقصة عشاكم جينا نتوكى على سكة المصاليب سكة المصاليب اليوم الباكورة جينا نتوكى على سكة المصاليب دفكونا القرضة احنا عليكم مصاليب اليوم الابن يفك القرضة لا والله يمكن ما القرضة اي والله إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي ممنون تحياتي لك بارك فيك على مشاهدينا الأحبة من سوق مواشي محافظة ديالى قدمنا لكم بورصة الأسعار لهذا اليوم الاثنين الخامس من شهر أيلول سبتمبر 2022 نؤكد أيام العمل الاثنين والخميس ومكان السوق قرب مديرية مرور ديالى وأوقات العمل من الفجر قبل الظهر يعزل السوق يعني بالتسعة بالتسعة ونص بالعشرة حسب حماوة الجو وشكرا لمصورنا العزيز رسول العزاوي أوقف رسول لا تقطع شنو هاي صارت شسمة انطق قطع شوي لا تقطع لا إذا عجبكم إذا عجبكم هذا المقطع اضغطوا لنا لايك حتى يوصل المقطع للجميع تساهمون في رفع المقطع غير شكو ماك شيء لا لا هي شغلات شغلات شنو كرنفيسية يابا واكو شغلات كرنفيسية تعال تعال نيجا تعال خلينا نشوف طلعنا جديده اليوم يابا ابو مين ابو شروق ابو شروق وابو شروق طلع لنا مصطلح جديد ابو حسن اخونا شنو هاي الشغلات شغلات كرنفيسية يابا شغلات كرنفيسية هذا مصطلح جديد شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الأحبة نودعكم برعاية الله وحفظه وهذه النهاية صارت التصوير رسول وسيف العزاوي ممنون منه